لماذا تخون المرأة؟ هذا هو السؤال الذي نطرحه على ضيوفنا وعلى حضراتكم، السؤال اللي كنا طرحينه على الفيسبوك. عندما تخون المرأة لأنها الاحتمالات لديها متاعب زوجية، أو لأن لديها متاعب نفسية، أو لأن لديها مشاكل في العلاقات الحميمة. ضيوفنا اليوم الدكتور محمد المهدي والدكتورة رشا سمير. دكتور محمد، حضرتك قبل الاستراحة كنت تطرح السؤال اللي كلنا بنحاول نفكر فيه، لماذا يتعامل المجتمع بحساسية مع المرأة الخائنة؟ هو الحقيقة في سبب تاني غير حكاية انه مجتمع ذكوري، انه متحيز مع الرجل وانه بيسامح الرجل وما بيسامحش المرأة. انه المرأة في المجتمعات هي نعتبرها مستودع الأخلاق ومسؤولة عن نقاء النسب، لأنه العلاقة معها تحمل حمل ومسألة أنساب واختلاط أنساب وحاجات بالشكل ده. كمان المرأة هي اللي بتربي الطفل لسنوات طويلة، وهي اللي بتزرع فيه كل القيم. عشان كده المجتمع لا يتساهل ولا يتسامح في ده. يعني نقربها شوية، نقول إيه؟ إنه لما نقول إنه فيه موظف ارتشى، ولما نقول إن فيه قاضي ارتشى، بناخد الموقف بحساسية جدا ناحية القاضي. هل ده تحيز ضد القاضي، ولا علشان احنا نضع القاضي في مكانة لا نتوقع منه انه يرتشي فخدناها بحساسية شديدة، لكن موظف عادي خدنا الامر بحساسية اقل. ممكن يترد على حضرتك، انت تقارن رجلا باخر، لكن انت هنا بسبب الجندر اللي هو الجنس ذكر او انثى، تلزم المرأة لأنها أنثى بتحمل تبعات ومسؤوليات أكتر من الرجل، عشان الدور والوظيفة. إنها لها دور ولها وظيفة، والتركيبة نفسها يعني حتى في التركيبة البيولوجية للمرأة في ثقافات ومجتمعات كتير، ما نقدرش نقول إن عندنا بس عشان المجتمع متحيز، لكن حتى في ثقافات أخرى. المرة اللي فاتت قلنا إنه كينزي لما عمل دراساته لقى إنه حوالي 45% من الرجالة بيبقى ليهم علاقات خارج الزواج، في حين انه حوالي 25% من النساء لهم علاقات خارج الزواج. وارجع ده لعوامل بيولوجيه وعوامل في الدور وعوامل في الـ في الـ في الـ في الـ يعني في الـ في, في اسس التفكير والتوجهات والحاجات دي كلها. فهنا المراه دوافعها للخيانه اقل، والمطلوب منها بالنسبه ل رعاية الأطفال وتأسيس القيم عندهم عالي جدا. طب أنا شايف الدكتورة متحفزة. عايزة أعمل تعقيب. فضل طبعا كلام حضرتك أكيد مظبوط يعني، ولكن بس يعني لو الكلام ده مظبوط تماما، وإن المجتمع مش ذكوري، وإن الست بتقوم بدور بيولوجي وتربية الطفل والكلام ده كله، طب ما هي الست في المجتمعات الغربية بتقوم بنفس الدور. ولكن وقع الخيانة على الست في المجتمعات الغربية، المجتمع بيتقبله يعني وضع زي الراجل ما خان زي ما الست خانت، ما بيتقالش لا دي ست وخانت وراء، يعني هي نفس الفعل. طب عمرك سمعتي دون يعني الدخول في تفاصيل في حياتك بالصدفة حد عرفتي واحدة بتحاول ان هي تخون او خانت وقالت لك هي خانت ليه؟ كتير على فكرة. طب قالوا لك ليه؟ هرجع اقول لحضرتك، هو اهمال الزوج، وده انا سمعته من ناس كتير جدا. وعلى فكره في هل ده بيبقى واقع ولا هي بتخترع لنفسها او تضع لنفسها؟ لا هو بيبقى لان واقع. هي تعلم انه هذا الفعل فعل يعني يرفضه المجتمع ويرفضه الله سبحانه وتعالى، فهي بتحاول ان هي تدي مبرر قد ايه، لان بقدر ما تقنعك ان هي قد ايه ضحيه بقدر ما تديكي تبرير لهذا الفعل. هو بكل اسف يعني الراجل، وهرجع الوم الراجل برضو، بعد الجواز الراجل بيبتدي يحس ان وجود الست في بيته ده شيء عادي زيها زي اي كرسي او ترابيزه، فبيبتدي يبطل يقول الحاجات اللي كان بيقولها قبل الجواز. الست الحقيقه الطريق الى قلبها هو ودها، يعني عايزه تسمع كلام كويس، عايزه تحس بكلمه كويسه. هو شايف ان جاريها ورا الولاد والمش عارف ايه والتنظيف والطبيخ، الكلام ده كلام عادي والدته كانت بتعمله والستات كلها بتعمله، فبيبطل يعني بيحسسها ان ده واجب عليها. الإهمال النفسي للست ده أنا شفته في ناس كتير. حضرتك بتقول إن في ناس، أنا أعرف ناس كتير جدا، يعني مش كتير جدا يعني، بس أعرف ناس يعني قامت بفعل الخيانة أو على فكرة على وشك إنها تقوم بي، وهي شايفة إن جوزها أهملها، يعني هو ما بقاش حاسس بيها كست في البيت. مفيش تبرير، هو التبرير إن هي حاولت تتكلم معاه وحاولت تشرح له إن والله أنا أنت ما بقتش تقولي كلام كويس، إحنا ما بقناش نخرج، أنت ما بقتش مهتم بيا، وهو شايف إن يا ستي الواحد راجل بيشتغل 24 ساعة. قد إيه دكتورة يعني الإهمال الجسدي بيأثر على الزوجة في 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 ان يكون سبب في الإقدام على الخيانة؟
والله انا اعتقد مثلا بنسبه 30%، يعني لان اعتقد ان اقبال الست على الفعل الجسدي ده مش زي اقبال الرجل. يعني الرجل اكيد ربنا لما حلله انه يتجوز اربعه اكيد ربنا كان يعني له حكمه في كده، ان الرجل اكيد اقباله على الحكايه دي اكتر من الست. الست ممكن تحتمل الاهمال الجسدي، وانا اعرف ناس كتير ممكن محتمله هذا الجزء، انما الشق النفسي هو الشق اللي بيقتل الست، لان فعلا الست مشاعرها مرهفه اكتر من الرجل، فبالتالي الحته دي بتسيب عندها شرخ. طيب. والشرخ ده صعب. هنا اسال الدكتور في العياده النفسيه، معظم التفسيرات اللي بتجيلك انا خنت جوزي يا دكتور، دون الدخول يعني في اي يعني افشاء للخصوصيه، ولكن كحاله عامه انا خنت جوزي يا دكتور، بيبقى تبريرها او تفسيرها ايه؟ هو طبعا اي حد بيخون بيحاول ان هو يضع نفسه في الموقف اللي يقدر يحتمله الضمير بداخله، فبتلاقي ايه يعني ساعات ست عايشه مع زوجها لسنوات طويله وما كانتش بتشتكي ولا في مشكله، لكن حصل انه لقت مثلا في الشغل او لقت في حياتها حد اتعلقت بيه حبيته، بدات الخيانه، تحس ان هو يكون مخالف لجوزها، يعني بيطبطب عليها، لطيف، حساس، بيسأل عليها، يعني يفعل كل ما لا يفعله زوجها. يعني زي ما قالت دكتورة رشا انه المرأة فعلا تبحث عن الحب بينما الرجل يبحث عن الجنس، عشان كده خيانات المرأة اكثرها خيانات عاطفية وخيانات الرجل اكثرها خيانات جنسية، وانه يعني المرأة يمكن ان تعيش تبحث عن الحب طول عمرها وتكتفي به. هنا بتبدأ المرأة لما بتيجي تقع في فعل الخيانة تقوم تبدأ تشوف بأثر رجعي عيوب جوزها، ده ما بيعملش، ده ما بيقولش، ده ما بيسويش، مش عارف ايه. قبل فعل الخيانة ما كانتش بتقول ده خالص، فبرضو بيبقى في نوع من الدفاع النفسي على أساس تستطيع أنها تكمل في فعل الخيانة أو تحتمل فعل الخيانة بأقل قدر من الألم النفسي. في حالات جات لك وقالت لك والله جوزي راجل ممتاز وكذا 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 وما يعبهوش حاجة، لكن أنا خنته. صحيح. حصل؟ صحيح. صحيح. وده في يعني أنماط من الأنماط اللي احنا قلناها، يعني قد تخون وجوزها كويس خالص، وعلى فكرة دي بقى بتعمل ايه؟ بتقوم زي برضو اللي يجي لك يقول لك أنا مراتي ست ممتازة وأم رائعة وزوجة وحتى علاقتنا الجسدية ممتازة ومتفاهمين والناس بتحسدني عليها ورائعة الجمال وحنونة وبنت ناس وعمرها ما طلبت مني شيء فوق طاقتي، لكن اللي حصل حصل. لا وده موجود كتير على فكره بقى من ناحيه الرجل، يعني انا بحس ان ده يعني دايما الراجل تبقى مراته ست كويسه جدا ومستوى اجتماعي كويس جدا، ودايما لما يروح يبص لواحده اقل شكلا واقل مستوى اجتماعي ويبقى متمسك بيها لدرجه ممكن يخرب بيته وهو عارف ان هي بتضحك عليه او بتبتزه او واتيفر، يعني بس بقى مستغربه جدا ومستوى اجتماعي كويس. يعني يمكن الست لما بتخون ما بتدورش على يعني مستوى اقل كده، مستغرب ليه الراجل دايما تحس انه راح صاحب واحده اقل من المستوى. بس يمكن الدكتور يصححني في العلاقات الخيانه لسبب جسدي محض ما بيبقاش المستوى الاجتماعي مهم، يعني ممكن يكون مع واحد من وظيفه دنيا بالنسبه للرجل بالنسبه للست، بس حتى بيبقى المستوى الاجتماعي الادنى مطلوب. يعني ده هيرجعنا تاني لمستويات العلاقه ما بين الزوجين اللي قلناها برضو مرة فاتت نقولها باختصار، انه في اربع مستويات للعلاقة ما بين الزوج والزوج، مستوى الجسدي الجنسي، وبعدين المستوى العاطفي، وبعدين المستوى العقلي، وبعدين المستوى الروحي. فالمفروض انه الزوج والزوجة يشبعوا كل واحد للتاني المستويات الاربعة. في الواقع في الحقيقة ما حدش يقدر يشبع لحد المستويات الاربعة، لم يخترع بعد خالص، لم يخترع بعد، والمفروض لكن انت بتبص الناس ترضى بالمستويات الموجوده اللي هي بيسموها الباكج كله، يعني الحزمه كلها يعني بالظبط. يعني مثلا جسديا كويس وعاطفيا نص نص وعقليا ثلاث ارباع وروحيا ما فيش مثلا، تمشي مش عارف ايه. المهم ان ايه، لابد علشان الحياه الزوجيه تمشي يبقى في صبر ورضا، صبر على الحاجات اللي مش موجوده ورضا باللي موجود. لو ما حصلش صبر والرضا كل زوج وكل زوجة سيجد مبرر للخيانة ويجد طريق للخيانة. هنا بقى حضرتك حطيت كلمة مهمة جدا، فكرة الرضا. طبعا الرضا، لأنه دايما هيبقى فيه امرأة أحلى، ودايما بالنسبة للرجل هيبقى فيه امرأة أكثر ثراء، ودايما هيبقى فيه امرأة أذكى، ونفس الحكاية بالنسبة للزوجة، دايما هيبقى فيه رجل
مشهور اكتر وسلطة اكتر ومال اكتر ووسامة اكتر. فاذا كل واحد يعني حس بحالة عدم رضا عن الشريك او شريكة حياته بتعمل ايه الزوجة اللي هي بتخون وما عندهاش مبررات للخيانة وتقول لك ده راجل محترم جدا وكل شيء كويس فيه والناس بتحسدني عليه، بتقوم محافظة على هذه العلاقة وعلى استقرار، تحاول تحافظ على استقرار البيت وتعمل العلاقة الموازية دي تشبع بيها الجزء اللي مش موجود. هو راجل محترم بس زي ما بتقوله الدكتور رشا، وفي رجالة نفس الحكاية، زوجته ممتازة لكن برضه مفيش مانع انه يبقى عنده يكمل، بس الراجل دايما بيدور في العلاقه دي على برضو الشهوه في النهايه. انما الست ممكن تبقى عامله علاقه مع واحد، على فكره مش شرط تنتهي النهايه دي، يعني بتبقى عايزه بس تقعد مع واحد تتكلم معاه تفضفض له، مش اكتر من كده. لا واحيانا بتكون، احيانا بتكون البحث عن الشهوه صح. لا طبعا، لا انا بتكلم ان في يعني في صحيح، يعني المرأة مش مبرأة يعني تماما من الجانب التليفونات. لا 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 لا، التليفونات عندنا هتولع. مين معنا؟ الاخ سمير من شرم الشيخ، اتفضل. تاخير عليك جميل، مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، اتفضل. بمناسبه موضوع الخيانه، طيب يا ريت بس اخواننا يعلوا لنا الصوت هنا في الاستوديو عشان نقدر نسمع حضرتك كويس، اتفضل يا فندم. مساء الخير عليك جميعا، اول اتفضل يا فندم. مساء النور. بمناسبه ان الدكتور كان يتكلم على موضوع بلاد معينه، فعلا حقيقه، ولدرجة أنا وقرتها بنفسي مع طلايبي مش مصريين كمان، لو جاتهم الطلاينة منعوا أزواجهم إن هم يجوا شرط الشيخ بسبب الارتجال. هي دي فعلا حقيقة في بعض دول معينة، موضوع البنت أو الخيانة مباحة وبتكثر فيه. احد يتكلم على ثقافات يعني اوروبيه انه الراجل بيجيب مراته وهو عارف ان هي هتخون. طيب بالنسبه للموضوع اللي هنا تمام، مع الدكتوره رشا انا مختلف معاها معينه البلاد عن احنا للاسف استاذ سمير مش قادرين نوصل لحضرتك الصوت كويس، يمكن الاخوه الزملاء في الاستوديو في الكنترول روم لو هم يطلبوك على خط ارضي عشان نقدر نسمعك احسن. معانا الاخت لميس من الجيزه، اتفضلي. الو، مساء الخير يا فندم. مساء الخير، اتفضلي يا فندم. انا مش عارفه بجد اشكر برنامج، اشكر حضرتك على البرنامج ازاي، بس هو فعلا موضوع جميل جدا. انا عن نفسي عن تجربه شخصيه، يعني انا هتكلم عن نفسي عن تجربه شخصيه. اتفضلي يا فندم. جوزي خاني وكل حاجه وانا عارفه كل حاجه، بس عمري ما حطيت يعني عمري ما فكرت اصلا ان انا ممكن اخون، عمري ما في اصلا مبرر للخيانه، يعني انا شايفه ان ما فيش اي مبرر للخيانه، طول ما انت خايفه من ربنا وحاطه ربنا قصادك، حبي ولادك واللي جوزك بينقصهولك ولادك هيديهولك، يعني انا عن نفسي ناقصني حاجات كتير جدا، ناقصني امان، ناقصني حب، ناقصني حنيه، كل الكلام ده انا لاقياه في ولادي، في الولدين بتوعي اللي انا بربيهم وقاعده عشانهم، هم مش بلاقيهم في حاجه تانية، مش بلاقيهم في راجل تاني، بلاقيهم في ولادي. ربنا يخليهم لك وربنا يبارك لك يا فندم، شكرا لحضرتك. معنا الاخت مريم بورسعيد، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا طبعا بشكر طبعا البرنامج، طبعا يعني حلقه ممتازه بجد، وكان لسه اتكلم الحلقه اللي فاتت بس ما حصلش نصيب. اتفضل. فمعلش يا استاذ عماد، بس انا كنت عايز اسال الدكتور او الدكتوره على حاجه. اتفضل. دلوقتي انا مثلا جوزي من النوع اللي بيعيش سن اكبر من سنه. هو عنده كم يعني سنه الاول؟ عنده 34. وانتم متجوزين بقالكم كم سنه؟ بقالنا حوالي 9 سنين. 9 سنين، طيب اتفضلي. خلاص. انا عندي 27 سنه. دلوقتي انا عايزه اسال ان دلوقتي لو هو عدى المرحله مثلا من بعد الاربعين او من بعد الخمسين هيبقى عايز يعيش سن ما عاشوش، فاهم حضرتك ازاي؟ فهو دلوقتي انا يعني انا دلوقتي هو بيحسسني ان انا كبيره، يعني دايما بيقول لي مثلا لا احنا كبرنا على الحاجات دي، لا انت واحده ما انتيش صغيره، انت واحده عندك 30 سنه او 50 سنه. السؤال بس ايه الحاجات دي؟ يعني انت ايه الاحتياج اللي عايزاه منه وهو بيقول لك احنا كبرنا عليه؟ يعني مثلا نبقى مثلا قاعدين نتكلم مثلا يعني يبقى في دلع او كده، اجي اتكلم معاه او كده يقول لي لا ده احنا كبرنا على الحاجات دي.
خلاص. فدلوقتي انا عايزه اسال ان دلوقتي هل ان هو لو يعني وصل للسن اللي هو 50 او 45 او هل ان هو هيبقى عايز يعيش سنه اللي يعني اللي معشوش؟ وطبعا اكيد ان لو عاش سنه هيعيشه مع حد غيري. يعني حضرتك دلوقتي عندك هو عنده 37 سنه 34 وهو 27 وحضرتك خايفه ان هو لما يوصل 50 سنه بعد 17 سنه انه ممكن لما يوصل 50 سنه يكون عايز يعوش سن تاني ويبقى في بعد معشوش وبعد 17 سنه يبقى بيفكر يخونك او مش يخون او ممكن يتجوز او كده. فانا عايز استفسر يعني طيب. عن النقطه دي لانها مش مشكلتي لوحدي، مشكله ناس كتير قوي. طب كويس. هو نقطه طبعا تخوف ممكن يكون، انا بس بحيي حضرتك على شجاعتك انك قلتي التخوف اللي عندك، لانه بيكون عند ناس كتير لكن ما حدش بيفصح عنها. ازمه منتصف العمر، يعني ازمه منتصف العمر يعني اللي بيعيش حياه بهذا الشكل ان هو ما يعيش مراحل العمر بشكل طبيعي وان هو يحرم على نفسه الدلال مع زوجته او المداعبه او اي حاجه من دي، بيجي في كتير من الحالات في مرحله منتصف العمر اللي هتبقى من 40 ل 60 عند الراجل، انه يبدا يبقى عايز يشبع ما لم يشبع قبل ذلك. في عندها تخوف مشروع، يعني تخوف مشروع جدا، واحيانا فعلا يعمل كده ويبدا يتغير ويبدا بقى يلبس لبس شبابي ويبدا مش عارف يعمل حاجات ما كانش بيعملها. ففعلا شجعيه على انه هو يعيش ده، وبعدين 34 سنه لسه يعني في عز الشباب بتحاول وهو راح قمه الشباب يعني بالظبط كده. من الناحيه النفسيه انا بتكلم، هي دلوقتي بتحاول وهو راح. هنا بقى بيبقى في فكره المارج كاونسلنج، الاستشارات الزوجيه، ان هو يفهمه ازاي تدلع نفسك وتدلع مراتك، وان ده مشروع جدا. ده مشروع اعتقد ده طبع في بعض البيئات بالذات، مثلا البيئات الريفيه او المحافظه، البيئات المحافظه بيبقوا حاسين انه موضوع الدلع ده عيب وما يصحش ومش عارف ايه وكلام من. فهو في الكاونسلنج بس بيقول بس بالنسبه للعلاقه الزوجيه دينيا او 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 اخلاقيا او انسانيا مشروع، يعني مشروع بس ساعات ومحبوب ومطلوب كمان، بس ساعات ايه يعملها بالشكل الواجب بالشكل المجرد بلا مقدمات كافيه وبلا اشياء. يعني مش معقول تكون مثلا تقول له انت وحشني قوي وبحبك، يقول لها جزاك الله كل خير جزاك الله كل خير. ففي الحاله دي في الكونسل بيبقى عايز مش كده يعني، لا يعني لازم قفل يعني لازم ياخد لازم لا بس المارج كونسلنج بينفع حتى مع جزاك الله كل خير. ايوه بيظبط ايقاع العلاقه ويوضح انه ده ضروري، لانه ساعات ما بيبقاش واخد باله انه ده ضروري. احنا يمكن في ناس كتير ما يعرفوش ان في حاجه اسمها غير الطبيب الاستشارات الزوجيه وده مش معناه ان حد عيان لا سمح الله، اصل دايما الخوف من الطبيب النفسي الوصمه ان هو يعني عنده حاجه، لا بيروح الزوج والزوجه وبياخدوا تدريب. هو للاسف هي حاجه موجوده يعني بشكل كبير جدا في المجتمعات الغربيه. احنا في المجتمعات الشرقيه لو واحده قالت لجوزها تعالى نروح مارج كونسلنج هو ما بيبقى يعني برده ما بيبقاش فاهم الحته دي، يعني ده برده خلل في التعليم اصلا. بتجينا غالبا لوحدها بالظبط وما بيرضاش هو يجي معاها، ويقاوم انه يجي او انت تقول لها عشان هي تقول له. تعرف زي اللي بيروح من الارياف المحافظين اللي هو يدي الدكتور كل المواصفات اللي عنده، فيقول له يبقى كده يبقى انت حامل، يقول له لا اصل الجماعه هم اللي حامل مش انا. يعني لما يقول له اصل بحس ان انا نوزييتد وعايز عفوا ارجع وعندي مش يقول له دي اعراض حمل، يقول له لا يبقى مش انا ده المدام. طيب مين معانا على الخط؟ الاخت نهال القاهره، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير عليكم. مساء النور يا فندم. انا بصراحه مبسوطه جدا بالبرنامج، لان البرنامج ده بيتكلم عني يعني لاني انا سيده كنت متجوزه. ايوه فن. فحصل بينا انفصال معايا ولد وبنت. ايوه فن. بسبب الخيانه. خيانه الزوج. خيانه ايوه فن. جوزي فهو حب او كده. بس ما اتجوزش، انا انفصلت قبل ما هو يتجوز. يعني كانت في علاقه بينه وبين واحده الله اعلم هي يعني. بس انا طبعا لما انا حصلت عنه هو اخذ مني اولادي بضغط كبير شديد يعني. فانا طبعا حسيت ان انا خسرت اولادي وخسرت كل حاجه فاتجوزت. فلما اتجوزت بقى بدا ان هو يكره بنتي وابني فيا بطريقه طبعا ان مفيش ضمير ومفيش رحمه كده يعني، حرمني منهم تماما يعني. حتى حاولت ان انا اكلم اهله او هو
خليني اشوف ولادي او كده. هو رافض تماما. هم عندهم كم سنه الاولاد؟ هي بنتي ما شاء الله في اولى ثانوي وابني حوالي 6 سنين. ربنا يخليهم. الله يكرمك. بس فانا طبعا بسبب الخيانه حاولت ان انا طبعا كبريائي كواحده ست وطبعا بيحصل كتير يعني بين الزوج ومراته في اثناء المشاكل فانفصلت يعني بس مش بهدوء يعني. طيب حضرتك اعتقد انه لو سمحتي بعد البرنامج على طول تكلمي الدكتور لان حضرتك اعتقد اذا ما كنتش غلطان الدكتور اقدر مني طبعا انك محتاجه انت نفسك بقى لدعم دلوقتي نفسك لانه الاثار مختلفه في خيانه وبعدين في فقدان رعايه اولادك ثم الجرح اللي انت فيه دلوقتي فاعتقد انه بس تعليق بسيط على الهواء اتفضل انه مش كل خيانه نكسر بيها العلاقة الزوجية زي ما شفنا يعني أخت نهال عانت كتير يعني هي نتيجة لإحساسها أن كبريائها جرحت فخدت القرار بالانفصال. الانفصال ترتب عليه عناد منه وهي قالت أنه الانفصال ما كانش هادئ يعني واضح أن كان فيه نزاعات كتير خلته هو خد موقف عناد وبيحرمها من 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 ولادها أنها تشوفهم. فبرضو ده بيخلينا يحفزنا أنه لو حصلت خيانة نحاول قدر الإمكان نعمل نوع من التئام العلاقة مرة أخرى خاصة لو كانت أول مرة. فده بيقول لنا كده انه احنا نعمل الحاجة التانية انه لو يحصل انفصال يبقى نوع من الانفصال المتحضر على الرغم من انه في خيانة وفي حاجات من دي فليكن انفصال مهذب قدر الامكان ما نقطعش بعض ولا نستخدم الولاد للضغط ولي الدراع والحاجات دي. الدكتورة كانت عايزة تقول حاجة. لا انا كنت اقول بس هل هو الرجل يعني هي ممكن الست تتجاوز خيانة جوزها لو جات على نفسها قوي هل هو الرجل ممكن يتجاوز خيانة مراته يعني بطالب الست ان هي ممكن ده. تعمل كده بس هل في رجالة بيحسموا الموقف وينفصل تماما ويطلقها وينهيها من حياته؟ لا اقدر ممكن هو يتجاوز ويقدر يكمل الحياة الزوجية بعد كده بشكل طبيعي. كل واحد حسب ظروفه وحسب قوة العلاقة وحسب رؤيته للفعل أعتقد الرجل الشرقي حسب درجة صعب الخيانة. جدا لا 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 الرجل طبيعي يعني الشرقي طبيعي بشوف في العيادة حالات بتكمل بشوف في العيادة حالات بتكمل وإحنا كنا لسه بنتكلم قبل الهوا على يعني موضوع الطلاق المتحضر يعني راجل بيكمل وهو يعلم أن زوجته خانته ده واحد في مليون أكيد لا لا مش نادر خالص لا أنا بشوف حالات ليه بقى يعني بس قطعا ده مش ساعات طبيعي يعني ساعات رجل بيبقى الدوافع إيه يا دكتور؟ الدوافع إنه احيانا بيبقى بيحبها الاولاد بالظبط كده يعني بيكون متعلق بيها جدا وساعات بيبقى متعلق بيها حتى تعلق بام فبيبقى مش قادر خالص ينفصل عنها وبيبقى بتلكك بيتلكك وعايز حد يقول له لا بلاش تسيبها ويحاول ان هو يعني يستجيب لاي حد بيزقه عشان يكمل وبعد ما بتخون بينهار تماما وبيضعف تماما بيبقى زي الطفل الصغير وممكن يعني ياخد جنب كده ويزعل بس ما بيجيبش سيرة الطلاق يقعد بقى ساكت شوية لحد ما هي بقى تقعد تستعطفه وبعدين حد تزق عليه حد يستعطفه يوم هو قابل الاستعطاف لأنه هو متلكك على الاستعطاف ويكمل ده دي علاقة مرضية طبعا بدون قطع كلام مش حاجاتك مش, يعني مش بالضرورة مرضية لكن ايه يعني هو تعلق بيها كأم. في بقى ناس تانيين بيبقى عنده نوع من الجنسية المثلية الكامنة وهنا خيانة الزوجة عنده لا تجرحه بالعكس قد تسعده داخليا وقد يدفعها اساسا للخيانه عشان كده هيقبل خيانتها بسهوله. ففي حالات كتير هي كامنه اللي هي فكره ان يكون شاذ يعني أيوة هو يحب احنا بنقول بس يعني يمكن المصطلح يكون صعب عليهم ان هو شاذ ويحب الرجل اللي زيه يعني مثله فعشان كده لما زوجته تخونه ده يعني بيريحه. وفي بعضهم بقى يقول لك بيحس إيه؟ بيحس بانه في حاله من التعادل بالظبط كده لا حتى بيرغب هو بيتكلم بقى العلاقه من الاول كلها مش من وساعات يخليها علشان البيت والولاد وعلشان الشكل الاجتماعي انه لو طلقها في هذه الحاله فبتطلق بفضيحه ولاده وبناته هيعانوا من ده طول العمر فيقول لك لا يعني ولا كان عندي عروسه على وش الجواز عندي كذا بس كتير. على فكره انا بعتقد ان حتى الست السويه صعب جدا تتقبل خيانه جوزها يعني حتى لو ست سويه وانت يعني احنا دايما طبعا نقول معلش حاولي تتقبلي وهيلف يلف ويرجع لك والكلام ده بس عشان ترجع العلاقه بينهم طبيعيه تاني وسويه ما اعتقدش ان ده صعب. بعد الاستراحه الاعلانيه يستمر الحوار وبانتظار مشاركتكم سواء على الفيسبوك او بالاتصال بالبرنامج.